استحقاق العدل ورجوع الحق. صدق الخال عبد الرحمن الأبنودي لما قال ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. وفعلا جه اليوم المحتوم وكان أسود على الظالم، إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف. بس الظالم في قضيتنا مش بس محمد عادل، محمد عادل خلاص ما بين إيدين ربنا، أفضى بما قد. لكن في مجموعة تانية من الظلم، ما هو كل شخص بيبرر جريمة بشعة زي دي أكيد شريك فيها. وأنا من وجهة نظري أو رأيي الشخصي، هو مش بس شريك فيها، هو ما يفرقش أي حاجة ما بينه وما بين القاتل، معايا الأب اللي سلم بس ما استسلمش، سلم لإرادة ربنا ولكنه ما استسلمش للظلم، صمم إنه يجيب حق نيرة. معايا أستاذ أشرف ومعايا أستاذ عبد الرحمن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كده اسمح لي أعزي حضرتك في نيرة بعد ما حقها رجع. شكرا لحضرتك. بس حضرتك شايف فعلا إن حق نيرة رجع؟ الأول نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. حق نيرة رجع الجنائي، لكن طبعا حق إنها تنهش في عرضها وفي سيرتها وفي ده كله لا، لسه ما رجعش. الحمد لله بعد ربنا معانا الأستاذ خالد، ربنا سخره في القضية ديت، ووعدني إنه مش هيسيب حقنا ولا حق نيرة اللي اتنهش في عرضنا وعرضها كتير قوي. فربنا يكرمه وربنا ينصره إن شاء الله ويكمل معانا بإذن الله. يعني حضرتك شايف إن الناس اللي خاضت بالسوء في حق نيرة هتبدأ تاخد إجراءات احنا قانونية؟ بالفعل احنا الأستاذ خالد عمل إجراءات وخلاص، وإن شاء الله حقنا هيرجع بإذن الله. طيب أستاذ خالد، الإجراءات دي وصلت لحد فين؟ لسه في التحقيقات عند معالي النائب العام. مفيش أي خطوة اتخذت فيها؟ أعتقد إن الخطوات هتتم بعد تنفيذ حكم الإعدام، يعني خلال الأيام القادمة، لأنها خلصت تفريغات. طبعاً حضرتك عارفة إن موضوع مباحث الإنترنت بيبقى لها إجراءات معينة في المصنفات وإجراءات معينة في فحص المحتوى اللي إحنا بنقدمه اللي فيه إساءة لنيرة وعائلة نيرة، فطبعاً بيكتبوا تقريرهم وبياخدوا وقتهم. واعتقد ان كان نسبه التاخر لغايه تنفيذ حكم الاعدام على هذا المجرم، وبالتالي الاربعه الماضي طبعا تم تنفيذ حكم الاعدام، فاعتقد ان الامور كلها والمحاضر كلها هتاخد اجراءاتها القانونيه اللازمه. طيب